في الوقت الذي كانت فيه القمة العربية الصينية في الرياض، وبعد اختراق الصين للمنطقة الأكثر أهمية لدى واشنطن، منطقة الخليج العربي النفطية على وجه التحديد، قام قائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية سنت كوم بمهاتفة كل شركاء أمريكا في آسيا الوسطى وجنوبها الحديقة الخلفية للصين. وحسب البيان الرسمي للقيادة المركزية سنت كوم، فالجنرال ميكائيل إيريك كوريلا قائد القيادة المركزية سنت كوم اتصل بالفيديو كونفرنس بالقيادات العسكرية لآسيا الوسطى وجنوبها لمناقشة العمليات الأمنية وتأكيد التزام القيادة المركزية للقوات الأمريكية سنت كوم الطويل الأمد تجاه الأمن والاستقلال والسيادة والوحدة الترابية لكل دول آسيا الوسطى وفي جنوبها. المحادثات المثمرة تسمح بتوسيع المناقشات وتوسيع التعاون العسكري حسب بيان رسمي في الموضوع. وقرر كوريلا زيارة المنطقة فورا، وقائد سنت كوم اتصل برئيس أركان كازاخستان الجنرال مرات خوزينوف، رئيس أركان قرغيزستان إيرلس تيردي كبايف، رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير، رئيس أركان طاجيكستان مومالي سوبير زودا، رئيس أركان تركمانستان أكمرات أنيميتوف، رئيس أركان أوزبكستان شخرات خالمو خاميدوف. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية، مباشرة بعد ما سمي بالغزوة. هناك فيديو في موضوع كوريلا سمى ما حدث في القمة العربية الصينية بالغزو الصيني للخليج العربي، وهذا يعني الكثير بالنسبة لسنت كوم المشرفة على أمن الخليج. وبعد أن حركت القوات المقنبلة التاسك فورس المقنبل والنووي الأمريكي عبر ويست فيرجينيا من طراز أوهايو، وكذلك الأمر بالنسبة للبي 52 اتش النووية جوا، كل هذا ولم يؤثر في القرار السعودي ومن ثم الخليجي لتنجح القمة الصينية العربية، فإن مثل هذا الوضع يدفع مباشرة إلى رد فعل. رد الفعل هذا جاء على مستويين: المستوى الأول الوصول إلى جنوب آسيا الوسطى بتركيز شديد، آسيا الوسطى وجنوب آسيا ومن ثم جنوب آسيا الوسطى في ثلاثة أقطاب للحركة، هذا هو الأمر الأول الشديد الأهمية. فلماذا تحديدا كان الرد؟ كان الرد كما ذكرت على مستويين: المستوى الأول الرد على دخول آسيا الوسطى لأنها الحديقة الخلفية للصين، والصين طردت، إن لم نقل غير ذلك فقد طردت القوات الروسية من كازاخستان، واليوم سنت كوم وقائدها يتصل برئيس أركان كازاخستان. إن كان تدخل الروس من أجل الرد على المظاهرات التي كانت في كازاخستان، فاليوم يعود الأمريكيون من حيث أبعد الروس وتركز الدور الصيني لنرى أمريكا تتصل مباشرة بهذه المنطقة الحساسة كازاخستان، لأنها نفطية ولأن لديها مركز إطلاق روسي، مركز إطلاق الأقمار الصناعية روسي. إذن كازاخستان هذه المنطقة الحساسة ما بين روسيا وما بين الصين نجدها تماما هي أولى الاتصالات عند سنت كوم. نأتي إلى قرغيزستان التي عرفت إطلاق القمة الأوراسية، قمة التعاون الاقتصادي الأوراسي، وكما هو معلوم فقد نقلنا البارحة
هذا التوازي غير المصادف ما بين خطاب بوتين وما بين خطاب الرئيس الصيني في الرياض، بشكيك وفي الرياض. إذا الرئيس الروسي يرد عليه تماما كوريلا باتصاله برئيس أركان قرغيزستان. ففي لحظة واحدة نجد أن الخطاب يرسله يتحدث إلى العالم من هناك بوتين، ونجد في الخلفية تماما رئيس الأركان يتصل به الأمريكي كوريلا قائد سينتكوم. إذا الرد هنا رد على السيادة وحماية السيادة والوحدة الترابية والقرار المستقل وكل هذا. لماذا؟ لأن الرئيس الروسي طلب بإزالة الحواجز الجمركية، طلب بعدة إجراءات لا يمكن الحديث إلا عن رد فعل أمريكي مباشر عسكري. الأمر هنا بوتين يتحدث في نفس التوقيت الذي يتحدث فيه كوريلا لرئيس الأركان، هنا يتحدث عن الاقتصاد بوتين، وهنا يتحدث رئيس الأركان من أجل الحفاظ على نفس النظام دون الانسياق إلى الضغوط الروسية والضغوط الصينية المشتركة. إذن في الوقت الذي يعطي بوتين الدعم الشامل والكامل للصين في الخليج، يريد من الصين دعمه في آسيا الوسطى وجنوب آسيا، في هذه الحركة باتجاه أوروبا آسيا أوراسيا. إذن أمامنا هذا التصور الواضح بالنسبة لسينتكوم وبوتين في نفس العاصمة، هنا مع رئيس الأركان وهنا مع الرئيس. الرئيس مع بوتين ورئيس الأركان مع أمريكا. إذن هذا هو الوضع الذي كان فيه الأمر شديد الصعوبة. في نفس الآن سنجد إذن حركة باتجاه رئيس أركان كازاخستان، رد مباشر على الصين التي أبعدت القوات الروسية بعد أن نفذت عملياتها ضد المظاهرات وخمدت المظاهرات. وفي هذه اللحظة على وجه التحديد وجدنا الأمور شديدة الأهمية في الرسالتين الموجهتين من كازاخستان إلى الروس وإلى الصينيين، وأيضا من عاصمة قرغيزستان باتجاه كل من الصين وروسيا. إذن أمامنا الرد العسكري الأمريكي على الحركة الصينية الروسية تجاه الكتلة الأوراسية وتجاه غرب آسيا في الخليج العربي والدول العربية على وجه التحديد، ما سمي في الأدبيات الأمريكية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو العالم العربي كما نحن نطلق عليه. إذن الأمر هنا واضح بالنسبة لهذه الرسائل. بقي الوضع شديد الحساسية في باقي الاتصالات، لأن الأمر يتعلق بباكستان، ويحاول الآن الأمريكي العودة إلى باكستان بعد أن أقصيت من الباسيفيكي أو ما يسمى بالإندو باسيفيكي الإندو باسيفيك. إذن أمامنا هذا التطور، أصبح اليوم باتجاه باكستان، تحريك باكستان، لأن باكستان لديها قوة عسكرية في الحرب الباردة الأولى وليس الحرب الباردة هذه. وكان واضحا أن أفغانستان عندما اشتعل الاتحاد السوفيتي في لحظة حاسمة، كان واضحا أن باكستان ساهمت في خسارة الاتحاد السوفيتي عبر المجاهدين الأفغان، وهذه التجربة المعروفة. وأمامنا تسليم نفس هذا الدور للحرب الباردة الأولى في الحرب الحالية الباردة، لتحويل هذه المنطقة إلى جزء من الصراع، جزء من الحرب الباردة الأمريكية ضد الصين وضد روسيا وضد هذا التحالف. إذن باكستان تحاول أمريكا الآن إعطائها مثل هذا الدور، انطلاقا من سنتكم،
انطلاقا من عودة باكستان إلى السعودية، وأيضا العمل معها والاتفاقيات التي وصلت إلى شراء قنابل نووية، وأيضا عمليات تطوير صاروخ، كل هذا نجده اليوم مؤسسا على ما سمي بإطلاق مبادرة آسيا الوسطى والجنوبية عبر سنتكوم، عبر القيادة المركزية، من أجل مواجهة التمدد الذي نراه الآن. روسيا تنتقل إلى آسيا الوسطى مع الأوراسي، ومن أجل تمكين هذا التحالف الروسي الصيني، والصين تتمدد باتجاه غرب آسيا، أقصى نقطة في غرب آسيا في الخليج العربي ومع الدول العربية، مما يتجاوز تماما الشرق الأوسط وإلى شمال أفريقيا. إذن الأمر هنا أصبح واضحا في هذه الحركة الدقيقة للغاية في رقعة الشطرنج العالمية التي نلاحظها عن كثب. ونجد إذن طاجكستان، وطاجكستان حليف لروسيا، تريد سحبه باتجاه باكستان وعدم مصادمة أفغانستان في هذه المرحلة، في هذا الثالوث. فنجد أن طاجكستان تدعو معها أمريكا إلى نوع من التعاون الثلاثي الباكستاني الأفغاني الطاجيكي. إذن هذا أسلوب للحركة. وبقي الأمر بالنسبة لأوزبكستان، ونجدها أنها الأقرب إلى تركيا وإلى حركة الأتراك انطلاقا من الحلف الأطلسي. وهكذا يمكن أن نؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تصل بحدودها العسكرية إلى الحدود الصينية الروسية بشكل مباشر عبر كازاخستان، وأيضا عبر باقي الحسابات التي يمكن القول معها وبشكل واضح أن الحركة العسكرية في مقابل الاقتصادي. حركة الاقتصادي الروسي باتجاه الأوراسي في قرغيزستان، وأيضا بالنسبة للصين تجاه العالم العربي، لا وجود لمسألة العسكرية. وهنا يسيطر تماما الأمريكي انطلاقا من الشراكة العسكرية مع الخليج، ويريد تمددها عبر سنتكوم وباتجاه مباشرة الحدود الصينية الروسية وهكذا. فما فشل فيه الأمريكي في أفغانستان يحاول اليوم إطلاقه عبر هذه الخطوات، الخطوات التي تجد من سنتكوم ومن العودة بالورقة العسكرية إلى المنطقة الحل الوحيد لدى أمريكا. فأمريكا أرادت أن تسيطر على هذه المنطقة بأي ثمن، فكانت حرب أفغانستان استنزافا قويا لأمريكا. وفي الاتجاه الآخر أيضا سنجد أن الأمر الاقتصادي هو الذي يجب العمل عليه. وبالنسبة للصين تريد في آسيا الوسطى وباتجاه كل آسيا العمل بالورقة الاقتصادية الآن، لا شيء سوى الاقتصاد. وبالنسبة لأمريكا فلديها هذا إلى حين سحب البساط من تحت قدميها. أما بالنسبة للروس فهم أيضا ينظرون إلى مثل هذه الورقة، والمهم في كل ما يجري كسر هذه الاستراتيجية المزدوجة والمركبة ما بين حركة الصينيين وحركة الروس في آسيا الوسطى وجنوبها واتجاه غربها، الذي حاول الصيني أن يصل إلى آخر نقطة مع السعودية على البحر الأحمر، وبعد البحر الأحمر أفريقيا. إذن أمامنا آخر نقطة في آسيا هي التي وصلها الصينيون اليوم. وبالنسبة للروس يطلقون ما يطلقونه تماما في هذا المشروع الأوراسي، كل هذا يجري حاليا من أجل الوصول إلى أفريقيا، ما بعد البحر الأحمر، ما بعد غرب آسيا، ما بعد السعودية شمال أفريقيا. إذن الصين ستنتقل مباشرة إلى أفريقيا، إلى شمال أفريقيا عبر الدول العربية، وأيضا تجاه
وسط أفريقيا، وهذا يعني مباشرة التهام ما فوق جيبوتي وباتجاه المتوسط. كل هذه المنطقة، الدول العربية مع القمة الصينية العربية، وفي جيبوتي هناك قاعدة صينية، وكل هذه المنطقة مؤهلة أن تكون تحت الهيمنة الصينية. فيما مرة أخرى وأمام الحرب الجارية اليوم في شرق أوروبا بين أوكرانيا وما بين أوروبا وما وروسيا، نجد الحوار الأوراسي الذي لم يتركه الروس يعاد صياغته أو تعاد صياغته هناك في بشكاك، وفي خطاب أساسي للغاية. الاقتصاد ينتقل لكنه لا ينسى أوروبا، وروسيا مع أوروبا والصين مع آسيا باتجاه أفريقيا، هذه المعادلة التمدد التي يرفض الأمريكي القبول بها. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.